طبعا هي مباراة قوية، مباراة صعبة ما بين الإسماعيلي والأهلي. الإسماعيلي بيقوده مدرب بوسني هو دراجان يوفنيتش، طبعا عامل يعني اختلاف شوية في فريق الإسماعيلي الفترة الأخيرة، يمكن استعادة الروح المعنوية. ابتدى فريق الإسماعيلي يعني بيحاول قدر الإمكان يستعيد نتائجه الإيجابية الفترة الجاية بعد نتائج سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة. مثل هذه المباريات بالتأكيد خارج أي حسابات، يعني مش معنى الإسماعيلي في مؤخرة الجدول والأهلي في الصدارة تبقى المباراة سهلة إطلاقا، لا، المباراة تبقى صعبة جدا، والأهلي عشان كده بيحضر لها تحضير جيد جدا وكويس جدا عشان يحرز الثلاث نقاط. لو استعرض معاكم قائمة فريق الإسماعيلي زي ما استعرضنا أيضا كمان قائمة فريق النادي الأهلي، في حراسة المرمى في محمد مجدي ومحمد فوزي. بالمناسبة محمد فوزي هو أحد الحراس اللي كان في قطاع الناشئين في النادي الأهلي وراح للإسماعيلي بعد كده. محمد بيومي، مصطفى فارس، محمد هاشم، كاستيلو، مروان الصحراوي، حسين السيد طبعا، رضوان شريفي، عماد حمدي، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، زياد طارق، نادر رمضان، أحمد مدبولي، محمد الشامي، أري بابل، شيلونجو، شكري نجيب، والمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف. لعبت الإسماعيلي بالتأكيد فرصة طيبة بالنسبة لها، عايزة تصالح جمهورها، فبالنسبة لها مباراة الأهلي هي مباراة بالنسبة لها فكرة جيدة أو فرصة طيبة أن هي تقدر تصالح بيها جمهورها. لكن إن شاء الله بإذن الله لاعبي النادي الأهلي هيكونوا على قدر المستوى وعلى قدر الحدث ويعملوا مباراة كبيرة، خاصة أن الفوز في هذه المباراة مهم جدا للاقتراب من صدارة الدوري والحفاظ على فرصك في صدارة الدوري، وناحية معنوية جيدة جدا قبل السفر إلى الكونغو يوم السبت القادم استعدادا لفيتا كلاب. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ترند الأهلي، وعندنا تفاصيل مهمة جدا في حلقة النهاردة.